صوره صوره ما فيش رجوع. ضد الفقر وضد الجوع. ضد الفقر وضد الجوع. مصر يا أم. مصر يا أم. مصر يا أم. مصر يا أم. ولادك يا أم. ولادك يا أم. ولادك يا أم. ولادك يا أم. طلع عشانك شال الهم. طلع عشانك شال الهم. مصر يا أم. مصر يا أم. ولادك يا أم. ولادك يا أم. جاءنا من ولاية التحرير ما يلي: وفد من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على رأسهم الدكتور سليم العوة الأمين العام السابق للاتحاد، يتوجهون الآن إلى ميدان التحرير لمشاركة المشاركة. قصيده واحد شباب مصر. الحكاية عم عبده كان قاعد في ميدان التحرير بيبيع طماطم، بيقول ايه؟ ايوه ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. عم عبده كان بيقول: ريان يا قوطة. رحت قلت: يا عم عبده ليه تبيع الفجل قوطة؟ ايوه. قال لي: يا ابني كان زمان ريان يا فجل، كان في عدل وكان في صدق وكان في حب، بس ده زمن وراح لحاله، احنا مالنا بس وماله. وعم عبده الحزن عليه، قلت: يا عم عبده ايه؟ قال لي: يا ابني فاكر زمان، فاكر زمان لما كنا نقول الحب ده في جنان؟ الحب ده هو الوطن والدين، الوطن اللي ضحكوا عليه وسرقوه وشعبه اتظلم وماله كله كلوه، والدين لما كانوا عايزين يغيروه بحد البت روشة ولا كمان تتوه. هو الوطن ملكنا ولا ملك مين؟ هو الوطن حضننا ولا حضن مين؟ ملك ناس عاملين معلمين خربوا ونهبوا واحنا شلنا الطين. منهم حرامي العز قصير مكير، منهم حرامي نظيف طويل زي الناف طويل، وكبرهم لهوي خفي، وكبرهم لهوي خفي مالك زمام العرش. اصحى فوق يا غبي، ده الشعب كله اتلم بكلمة منه اتنفض واصبح نظامك لم. والام تدعي عليك يشيل ويحط عليك، والام تدعي عليك يشيل ويحط عليك، الهي تصبح صلاة وعيش غم في غم. يا حسني يا ابو مبارك دولة حريقة في دارك، يا حسني يا ابو مبارك دولة حريقة في دارك، تلم كل الغنم والفرز ويا اللم، ارحل بعيد عننا وخلي عندك دم. خلي عندك دم، ارحل بقى يا عم، 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 خلي عندك دم، ارحل بقى يا عم. بلاد اسلامي وانعمين، صاريك حين الظمان اندمي، ورب العقيدة لم تهزمي، ومن اكمل الدين للمسلمين. بلادي بلاد اسلامي وانعمي، سارويك حين الظمان اندمي، ورب العقيدة لن تهزمي، ومن اكمل الدين للمسلمين. بلادي اذا ما دهتك الخطوب، فانا بارواحنا والقلوب سنحمي ثراك ونحمي الدروب، هتافاتنا النصر للعالمين. بلادي بلاد اسلامي وانعمي، سأرويك حين الظمام اندمي، ورب العقيدة لن تهزمي، ومن أكمل الدين للعالمين. بلادي بلاد اسلامي وانعمي، سأرويك حين الظمام اندمي، ورب العقيدة لن تهزمي، ومن أكمل الدين للعالمين. فلون اليمين لرب ودين، فلون اليمين لرب ودين، بألا نلين وأن نصنع النصر للعالمين، بألا نلين وأن نصنع النصر للعالمين. بلادي بلاد اسلامي وانعمي، سأرويك حين الظمام اندمي، ورب العقيدة لن تهزمي، ومن أكمل الدين للمسلمين. سنحمي البلاد
وأمن العباد سنحمي البلاد وأمن العباد ويحيى الرباط به يكتب النصر للعالمين ويحيى الرباط به يكتب النصر للعالمين بلادي بلاد إسلامي وانعمي سأرويك حين الظما من دمي ورب العقيدة لن تهزمي ومن أكمل الدين للعالمين. يسقط يسقط حسن مبارك يسقط يسقط حسن مبارك يسقط يسقط الطغيان يسقط يسقط الطغيان يسقط يسقط أي فساد يسقط يسقط الفساد يسقط يسقط حسن مبارك يسقط يسقط حسن مبارك يسقط يسقط السفاح يسقط يسقط السفاح يسقط يسقط حسن مبارك يسقط يسقط حسن مبارك. الله أكبر وتحيا مصر الله أكبر وتحيا مصر الله أكبر وتحيا مصر الله أكبر وتحيا مصر. كان يوم نهارنا نادي ونهار الندل مش باين الدولة مفضلش منها إلا حبة شوم لو مش مصدق تعالى على الميدان عاين يا ناس مفيش حاكم إلا من خيال محكوم واللي هيقعد في بيته بعدها خاين اللي هيقعد كأنه سلم التانيين للأمن بإيديه وقال له هم ساكنين فين وصلت لضرب الرصاص على الخلق في الميادين حتى الجثث حجزوهك منهم خايفين يا مصر أصبحنا أحيا وميتين مساجين فاللي هيقعد في بيته ويبقى مش مفهوم واللي هينزل إلهي حارسه وصاين يا مصر هانت وبانت كلها كم يوم نهارنا نادي ونهار الندل مش باين نهارنا نادي وبإيدينا على فكرة الصبح عنده فضول رح نعمل ايه بكرة ايده على الباب وخايف يلمس الاكرة ادخل يا استاذ براحتك والبلد حرة احنا زهقنا نشوف الصبح من برة ادخل وخرج بآية العتمة بالمرة الناس دي حرة وجنود الامن مضطرة يا صبح طلعت روحنا لجنة تيجي يا خي طالعين نجيبها اهو في كل حارة وحي حتى ولو ضربونا بالرصاص الحي شوف المداين كده مفروشة خلق وضي دايما مفاجأة ودايما وقتها معلوم يا صف عسكر بدال الدرع شيلوا اتنين 25 يناير يا شباب فاكرين كان في انجليز ووزير الداخلية تخين كان عنده برضو عساكر زيكم جامدين سابهم يموتوا على لولا لم سأل فيهم كانوا شبهكم أساميكم أساميهم يا عسكري البهوات اللي بتحميهم ممكن يردوا عليك لما تناديهم يا عسكري أنا أصلي بس بستغرب لو لاقي تاكل وتشرب قوم يا عم اضرب اضرب عشان الوزير من ضربتك يطرب لكن هتشتغل ايه لما الوزير يهرب أما الشديد القوي القادر أبو القادر برميل تلامى نشع على مصر من الآخر لو شافته معددة تكتب أدب ساخر ثابت يقول للهرم يا كابتن التاخر ولم يزل معتقد إن الهرم هيقوم آدي الحجر والبشر أيمين يا سيد الأوم والدين هيترد يلي عشت متداين يا مصر هانت وبانت كلها كم يوم نهارنا نادي ونهار الندل مش باين ده حكم أسرة ولا خوف ولا خفرع ولا وجع بطن يتعالج بزيت خروع عمل مسوجر بعيد عنك ولا يطلع جربنا فيه كل شيء ما لقينا شيء ينفع ما طلعش بالأدوية جربنا ألف طبيب ولا بعطارة شيوخ ليهم بلح وزبيب ولا بجحف المغولي وضرب بالأبائيب عمل مسوجر وسفلي شغل تل أبيب وشغل أمريكا نتغلف وخدموا عليه ضيف زرنا يا عم من غير دعوة لابس بيه قعد 30 سنة ما بيقولش قاعد ليه والنية يديها لابنه النابغة بعديه ويقول قضى وقدر بين البشر محتوم قلنا له طيب ومن قال القدر معلوم وش عرفك يا فخمتك بالذي كاين وش عرفك يا فخمتك بالذي كاين الحكم لينا وليك الحق يا مداين يا مصر هانت وبانت كلها كم يوم نهارنا نادي ونهار الندل مش باين. فين يا احمد؟ اخواننا اصحاب المحلات ما يقلقوش هما يقلقوا لو النظام ده نظام مبارك دنه نظام مبارك معناها ضرائب كل شويه معناها كساد معناها اتوات اصبر معانا كلها
الاسبوع معانا كلها يومين ويرحل النظام، وهتشوفوا العز في ظل دوله. الدوله دي بتوعاكم، الدوله دي بتخدمكم، الدوله دي جايه علشانكم. مش دوله كبايه عايزه تاخد فلوسكم، مش دوله كبايه بتفكر ازاي تاخد من جيبك العشرة جنيه عشان يبقى هو عنده المليار. يا اخواننا يا اصحاب المحلات، كل اللي واقفين دول ليهم مصالحهم. انا ما دخلتش عيادتي بقالي من اول يوم من 10 ايام، وغيرنا كتير جدا جدا كده اهو. كل واحد مننا اصحاب مصالح خاصه، وقد نكون بنربح منها اكثر منكم، ولكننا وقفنا هذا الموقف ليكم قبل ما يكون لينا. والله نحن نقف هذا الموقف لشعبنا العظيم، لشعبنا العظيم، لشعبنا العظيم. الدكتور محمد الجنايني، الدكتور محمد الجنايني يتجه للمنصة. والشعب يريد إعدام الرئيس، الشعب يريد إعدام الرئيس، الشعب يريد إعدام الرئيس.